الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. إلى سنن الدمادة. سنن الدمادة، باب مال الرجل من امرأة إن كانت حائضا. باب مال الرجل من امرأة إن كانت حائضا. روى المصنف بسنده عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تعتذر في فور حيضتها ثم يباشرها، وأيكم أملك إربه أو وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كانت إحدانا إذا حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتذر بإزار ثم يباشرها. وعن أم سلمة أنها حاضت وكانت في لحاف النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فانسللت من اللحاف، فقال رسول الله: أنفستي، قلت: وددت ما تريد النساء من الحيضة، قال: ذلك ما كتب الله على بنات آدم. قالت: فانسللت فأصلحت من شأني ثم رجعت، فقال لي: ادخلي تعالي فادخلي معي في اللحاف. قال: فدخلت معه بأبي هو وأمي. وفي رواية عن أم حبيب معاوية بن أبي سفيان سألها أخوها، سألتها: كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيضة؟ قالت: كانت إحدانا في فور حيضتها أو ما تحيض تشد عليها إزارا إلى أن صافي فخذيها ثم تضرع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. وقد ورد باب النهي عن إتيان الحائض، فهذا باب آخر يبقى معه هكذا. عامة إتيان الحائض حرام، إتيان الحائض حرام. أولا، إتيان الحائض هو حرام باتفاق الأمة والإجماع، والإجماع مستند لقول الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأتي نساءه إذا حضن، ما كان يأتي نساءه، ولكن الخلاف بين العلماء في مسألة الاستمتاع، ففيها أقوال ثلاثة. فالاستمتاع في هذا الباب هل هو يجوز مطلقا، يمتنع مطلقا، ماذا؟ قلنا أيضا أن ديننا دين الوسطية، توسط بين اليهود وبين النصارى، بين الغلو والجفو. أما اليهود فكانوا لا يأكلونها ولا يشربونها ولا يجتمعون معها في مكان، وأما النصارى كانوا يجامعونها حالة كونها حائضا والدماء تسيل. وجاءت هنا جاءت الشريعة الغراء بأنهم يجلسون معها، يبيتون معها حتى أنه يستمتع بها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة تصف: كنت أتعرق العرق، فكان يتتبع أثر العرق أو أثر مكان فمها فيأكل منه، وكانت تشرب من الكأس فيذهب إلى موضع السقيا فيشرب منه. وأيضا حديث أم سلمة ظاهر جدا أنها لما حاضت واستحيت ذهبت أصلحت من شأنها وغيرت ثيابها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم. وأخذها أو جلس وبات معها في لحافها. نعم، فقال: تعالي ادخلي معي في اللحاف. وأيضا ترى بأنهم يأكلونها ويشربونها ويضحكونها، بل يكون من الضم والتقبير والمؤانسة ما يكون، حتى أيضا لا تضع في صدرها على ما قضى الله عليها فيه من نزول الدماء والحيض. فهذه الوسطية، هذه النقطة الثانية. الثالثة هو أن العلماء اختلفوا في هذا الباب بعد الاتفاق بجواز الاستمتاع، بعد الاتفاق بجواز الاستمتاع. لذا العلماء أيضا اتفقوا على جواز الاستمتاع بالمرأة الحائض ومباشرتها بأنها تجوز، لكن العلماء اختلفوا هنا في الجمهور على أنه يجوز أن يستمتع بها دون ما بين السرة إلى الركبة، أن يستمتع بها دون ما بين السرة إلى الركبة. واستدلوا على ذلك بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر إحداهن إذا حاضت فور حيضتها أن تتزر فيباشرها وهي حائض، وكانت تقول: وأيكم يملك إربة، يعني حتى في ذلك، حتى لا يقع عليها أن الوقوع على المرأة الحائض حرام حرام. وسأت في الباب الذي بعده وأنه سماه كفرا، وهذا حديث ضعيف لم يصح بحال من الأحوال. والقول الثاني أنه يجوز
أن يتمتع بها كلية التمتع في كل مكان، حتى لو تمتع في الفرج وتمتع ملامسة الفرج الفرج دون الدخول دون الولوج، قالوا جائز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء سوى النكاح، اصنعوا كل شيء سوى النكاح، يعني دون الوط، فقط المحرم هو الوط، ادخال الفرج في الفرج، غير ذلك المتعة في كلية الأمر يجوز، على ما ورد في قوله في صحيح مسلم عندما سئل عن ذلك، وهذا بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء سوى النكاح. زي قال علماؤنا أنه يستطيع أن يتمتع بالقبل بالدبر، يستطيع أن يتمتع بكلية المرأة، لكن المحرم عليه أن يطأ، يعني أن يدخل الفرج في الفرج. ومن أتى امرأة في حيضها قد عده العلماء أنه من الكبائر، لكن قد يقال لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم له كفارة فلا يكون كبيرا، لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم له كفارة فلا يكون كبيرا، لا سيما حديث من أتى امرأة في دمها في حيضها فليتصدق بالدينار أو نصف دينار، سيأتي تفصيله، الحديث في المسند وضعفه بعض العلماء وحسنه الآخرون في هذا الباب، لكن قالوا ما دام قد جعل له كفارة فهذا ليس يعني لا يكون كبيرا، هذا خطأ بين، القسم بغير الله جل في علاه من أكبر الكبائر، وجعل الله جل في علاه على لسان نبينا له كفارة، ليس هذا ميزانا، ليس هذا ميزانا، فإتيان المرأة في الحيض قد تكون كبيرة، قد تكون كبيرة، ولم يعدها بعض العلماء بأنها من الكبائر، لكن الشافعي عدها كبيرة، وفي الجديد أنه قال لا كفارة عليه، لأنه لم يصح حديث المسند، لذلك الجمهور المالكية والحنفية والشافعية قالوا عليه بالتوبة، الجمهور المالكية والشافعية قالوا عليه بالتوبة، وعند الشافعية ثلاث أوجه في التمتع ما بين السرة والركبة: الحرمة والكراهة والجواز، والصحيح المختار أنه الجواز لقول اصنعوا ما شئتم، فله التقبيل والضم والأنس والعطف بينه وبينها، وأيضا له التمتع بكلية المرأة دون الولوج، المحرم عليه الولوج، ولذلك قال العلماء هنا أن من السنة أن يرفع من يعني من حال كرامتها في وهمتها، ويعلم أن الإسلام قد أكرمها حتى لو ابتلت بشيء، وهذا الشيء قد يكون منفرا، فإنه لا تنفير بالنسبة للإسلام، بأنه كما قلت يحسن التعامل معها، أن يطعم من طعامها وأن يشرب من شرابها وأن يجلس معها وأن يضاحكها وأن يأنس بها وتأنس به، بل وأن يكون في لحاف واحد، لكن يمنع من الجماع. الفوائد المستنبطة: ديننا دين الرحمة، كرامة المرأة تعرف في الإسلام، كرامة المرأة تعرف في الإسلام، ما من دين أتى على وتر كرامة المرأة بحق مثل الإسلام. من عظيم قواعد الإسلام سد الذرائع، من عظيم قواعد الإسلام سد الذرائع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.